إما في وصف الإنسان في القرآن في صفة تكون متدنية في الوعي، اللي كأن الإنسان يكون بدائي عاش على مستويات الطاقة السفلية. رب العزة بعدين يتحدث عن السلم اللي احنا نرتقي من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى، أو صانع للجحيم والغالب العظمى من البشر تصنع المعاناة، هي تصنع المعاناة كمهارة لا واعية. زين، هل هذا الشيء يفرق إذا أنت مثلا مسلم أو من الديانات الأخرى؟ هل فعلا في الله؟ على هذه الدرجة ما نستشعر الصلاة، ودرنا الصلاة لو ما قادر نصلي، لأن كني آلة، كني أغصب نفسي، كني أنافق ربي. المجتمع يعطيني مجموعة هائلة من الأفكار أتبناها وما عندي خبر. كثير ناس ما تتخلى عن الماضي بكل ما في هذا الماضي من ألم ومعاناة وقهر. مشكلة الناس تفهم الفتن والابتلاءات كأمراض، كعذاب، كمصيبة. هذا خطأ كبير موجود عندنا في الثقافة الإسلامية. أحد الإشكاليات، صدق أو لا تصدق، كتم الطاقة الجنسية. الطاقة الجنسية طاقة مقدسة من الله سبحانه وتعالى، خلق الطاقة في الإنسان. يركزوا في النفس، لأن السر هناك، النور هناك، الظلمات هناك، السكون هناك، والاضطراب هناك. جلسة كرك، حوار مشترك بين الضيف والهناء، يركز معنا واستفيد يا الحبيب، تابع معنا كل جديد. بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست لا 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 بودكاست لا 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 لا. السلام عليكم، سلسلة جديدة في بودكاست جلسة كرك، وهذه السلسلة بعنوان وعي روحانية وتشافي برفقة عصام رضا. هذه الحلقة الأولى من السلسلة بعنوان الوعي. إيش هو الوعي، وما معنى أن تكون إنسان واعي، وما هي مقاييس الوعي، وأيضا إيش هي مستويات الوعي، وكيف للتغيير أن يبدأ من الداخل. جهز لكوب كرك واستمتع بالمشاهدة. قبل أن نبدأ التصوير، أنا لاحظت أن أنت لما جيت تشرب ماي نوعا ما قريت بس بطريقة معينة. فالعادة نحن لما نقول مثلا نجي نشرب مثلا هذا كرك، بسم الله تشرب كذا، وش السالفة؟ هذا له علاقة بالطاقة اللي موجودة في الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما كان ينام على السرير كان ينفض السرير ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، لأن إذا ظلت الطاقة لا تتحرك لفترة تكون راكدة. فأي شيء يكون راكد يكون، يعني فلنقل بالمصطلح العام، يكون سلبي ما يكون إيجابي. هذا ينطبق على الماء اللي موجود في العلبة هذه، أو الماء لا يجري، معلب ومر بمجموعة مراحل ومن غير الحرارة، من غير الكتمة اللي موجودة كذا في الليل. فهني يخلي كأن الماء مش حي أصلا، الماء كأنه ميت، ما في الخصائص اللي الله خلقها في الماء. فلما احنا نستلم هذا الماء ينبغي إعادة إحياء الطاقة في الماء. ومن أسهل الطرق هذا أنك أنت تقول بسم الله بوعي، لأن احنا في بعض الأدوات نستخدمها لقياس الطاقة. فلما كنا نقول بسم الله بلا وعي وبسم الله بوعي فرق شاسع. وهذا ينطبق احنا عندنا طبعا في العزومات، لما يجي الضيف يقول سوي سوي بسم الله بسم الله بسم الله، فهذه في الغالب ما يغير من طاقة الطعام أصلا، إلا الواحد يكون حاضر يستشعر الشكر ويقول بسم الله، فيكون الرب حاضر في اللحظة هذه. هذا فعلا يحدث تغيير في طاقة الماء أو حتى طاقة الشاي أيا كان اللي أنا أبغي أخذه فيه. فلا تأخذ شيء ميت، جسمك أنت يبغي أشياء حية في الغالب، ورب العزة لما خلق الأشياء خلقها وهي حية. أحد انتشار أسباب انتشار الأمراض اليوم في الساحة الموجودة بسبب الأشياء اللي تدخل في المعدة. السبب الثاني الأشياء اللي تدخل في الفكر. هذول الشيئين يحددوا الكثير فيما يخص الصحة، سواء الجسدية أو النفسية. ممتاز ممتاز. ما رأيك بطاقة الكرك؟ الكرك بسبب السكر طبعا يبي له تعديل كثير. أوكي. لأن الماء ما يحتاج كثير عدل طاقته. لكن إذا شيء زي كذا في شوجر مثلا ولا أشياء زي هذه، لا نحتاج شوية نطول لما الطاقة تبدأ تتضبط. يعني بندخل في المحور الأول اللي هو عن الوعي، فبنبدأ بسؤال عام اللي هو إيش هي مستويات الوعي؟ في أكثر من مقياس موجود في الساحة اليوم، يعني أشهر مقياس تقريبا مقياس هاوكنز للوعي، اللي يبدأ عنده من كذا درجة متدنية إلى 1000 مقياس هاوكنز. وأي شيء تحت 200 هذا يعتبر دمار شامل للإنسان، لأن تحت 200 في إنسان على مستوى الخوف، على مستوى الغضب، على مستوى التأنيب، على مستوى الشعور بالعار.
فكل قراراته مش كل لكن معظم قراراته وخياراته مبنية على هذه الحقل الشعوري. فإذا حتى لو دخل علاقة فلانية مثلا عادي يدمر العلاقة. في الوعي هو يريد العلاقة هذه، في الوعي يريد زواج كذا في استقرار وفي سكينة، زي ما رب العزة وصف الزواج كسكن، وصف المرأة كسكن، لكن هذا السكن اضطرب بسبب الاضطرابات اللي يعيشها الفرد من الطفولة لين ما هو يكون كبير عاد، فيدخل في حقل الزواج هو ما مستعد، فداخل بكل ما فيه من اضطرابات داخلية ومستويات نوعا ما متدنية في الوعي. فهذا المستوى تبع الوعي المتدني الخيارات تكون متدنية، الخيارات تكون مؤذية للطرف الآخر قبل ما تكون مؤذية للطرف اللي يصدر هذه الخيارات أصلا. فهاوكنز يعني يقيمها كذا من 1 إلى 1000، عند 1 طبعا يبدأ كذا التأنيب والعار وغيره، لين 200 تبدأ كذا عاد الاستعداد والشجاعة إلى التنوير آخر مرحلة. وأيضا واحدة ثانية اسمها إبراهام هيكس عندها مستويات وعي للمشاعر، هي تقيس المشاعر، أنت بأي شعور في الغالب عايش. يعني اليوم محمد يقدم هالبرنامج، محمد في الغالب إيش هو الشعور الداخلي اللي موجود فيه اللي من خلاله يتدفق هذا البرنامج، لأن هذا راح يحدد الكثير من مستقبل هذا البرنامج، إيش الطاقة اللي أنت تحطها في البرنامج. وهذا أيضا له علاقة بالوعي، فالوعي والمشاعر هي متصلة ببعض. الوعي عبارة عن توسع في الفكر، توسع في اليقظة نسميها الذهنية. المشاعر هي الأحاسيس اللي احنا نعيشها من خلال هذا الوعي. في أناس وعيهم زين بس مشاعرهم منخفضة نوعا ما بسبب أنه ما تخلصوا من كل الصدمات اللي موجودة في الماضي، فيظل هو يتعلم في علوم الوعي والتنمية بس في شيء يظل يسحبهم إلى الخلف بالفترات لين ما يتعامل مع الصدمة الشعورية اللي مر بها إما في الطفولة أو المراهقة أو حتى في وقت قريب. ممتاز ممتاز. زين إيش معنى أنك تكون إنسان واعي؟ يعني تكون إنسان مؤمن. الحين ندخل إلى المقاييس القرآنية، إحنا نتكلم عن هاوكنز، نتكلم عن إبراهام هيكس، دكتور صلاح الراشد عنده مقياس للذبذبات. القرآن يبسط الموضوع لأن الساحة مليانة معلومات، إذا لاحظ يعني وعي، طاقة، تشافي، تنمية، في كثير معلومات، وخاصة إذا أنت دخلت في الطاقة بتمسك راسك. في اللي ما أنزل الله به من سلطان، أمور كثيرة يعني قد تكون مضرة أكثر ما هي تكون مفيدة أصلاً. رب العزة يعطينا مستوى في القرآن اسمه الإنسان، والملاحظ أن لما تقرأ الآيات التي تتحدث عن الإنسان عادة الآيات تكون صفات مش كويسة، يعني الإنسان ظلوم، الإنسان خصيم مبين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكل ما في وصف الإنسان في القرآن في صفة تكون متدنية في الوعي، اللي كأن الإنسان يكون بدائي عايش على مستويات الطاقة السفلية البدائية اللي فيها الرغبات والدوافع الدنيوية والشهوات. فرب العزة بعدين يتحدث عن السلم اللي احنا نرتقي من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى، ويبدأها بالمسلمين، فيرتقي المسلم والإسلام طبعا الإسلامية أو المسلمين هي درجات. فمن ضمن درجات المسلمين عندنا احنا مسلم يصل مرحلة المؤمن. خطاب المسلمين يختلف عن المؤمنين، المؤمنين درجات أيضا في الوعي في القرآن. رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طلع من مستوى فكري إلى مستوى قلبي. اليوم أنا كعصام أنا مؤمن أن في جنة وفي نار وفي ملائكة وفي مخلوقات أخرى إحنا ما نشوفها، بس إيمان عصام فيما يخص المرحلة البدائية من اتصاله بالله يكون فكري مبدئيا. أنا ذهنيا مؤمن بس هل استقر الإيمان في القلب ولا لا؟ هل انكشف الحجب فتنور القلب بنور الله ولا لا؟ لأن هذا هو الأساس. رب العزة لما يتحدث عن القلب مثلا في القرآن يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب اللي رب العزة يكشف أمامه الحقائق الربانية اللي موجودة عادة خارج حدود الحواس اللي احنا نتعود عليها. كل الناس عندها حواس تشوف وتسمع وتتحدث وتلمس، لكن هذه الحواس لا تظهر الكثير من الحقائق، يكون الإنسان سطحي بدائي جدا فيما يخص الوعي. للمؤمن يبدأ يتدرج في الرحلة
لدرجة بعد فترة يصل إلى مرحلة التقوى كمرحلة أعمق من الوعي القرآن. والتقوى الإنسان لما يصل لمرحلة التقوى تتجلى المخارج في حياته، يهتدي بالله، ولهالسبب الرسول يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذه دعوة. إذا أنا الحين عالق في مسألة في حياتي، مسألة مالية، مسألة في الزواج، مسألة في الوظيفة، في مسألة عالقة ما في مخرج في هذه المسألة، أنا عالق في ديون وعلى وشك أني أنهار خلاص، كأن ما في مخرج من هذه الديون. السؤال هنا رب العزة يقول هل وصلنا مرحلة التقوى ولا لا؟ لأن لما نصل مرحلة التقوى هني تكون المخارج بإذن الله تعالى تتجلى ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق أيضا يتجلى في حياة هذا الإنسان. ممتاز ممتاز. بس بنرجع للنقطة اللي قبلها اللي هي عن قياس الوعي أو مقياس الوعي. كيف ممكن الشخص العادي أنه يعرف مستوى الوعي؟ يعني ممكن في شخص يعتقد نفسه أنه هو واعي بس على مقياس الوعي هو يطلع مثلا جدا متدني، كيف ممكن للشخص أنه يقيس؟ طريقتين. الطريقة الأولى نشوف إحنا حياة الإنسان، حياة هذا الإنسان هل في تسليم عميق لله؟ هل لما يواجه الظروف والتحديات يدخل في مقاومة وصراع وضيق داخلي ورافض معظم الأشياء أو رافض أشياء بصفة مستمرة ما قادر يتجاوز هذا الشيء؟ يعني كثير ناس مثلا تتحدث صارت تجربة قبل ما أعرف كم سنة وإلى الآن لما يستحضر التجربة يتألم، ما قادر يدخل في تسليم لله. رب العزة يقول فمن أسلم وجهه لله، بمعنى أي شيء يواجهني أحطه في حالة تسليم، والتسليم يعني أني أتحرر من الصراع الداخلي. والثاني شيء الخيارات في الحياة، أنا إيش جالس أختار؟ يعني ما ينفع أنا أقول إنسان واعي لكن خياراتي ما تخدمني في الحياة، تظل عاداتي هي في يومي، أنا لا مضبط نومي، لا مضبط غذائي مثلاً. على فكرة أحد إشارات ارتفاع الوعي النظام الغذائي يتغير تلقائياً، يبدأ جسدك يرفض الكثير من الأمور اللي أنت أدمنت عليها في الغالب، اللي في الغالب عفواً تكون ما مفيدة أصلاً وانت تدري انها ما مفيده، مثلا الوجبات الجنك فود وغيرها، لكن تتاكلها لان يعني برمجه وعاده ولذيذه وهكذا. لما نرتقي في الوعي خاصه اذا في وعي وروحانيه الاثنين يكون مع بعض، هني يبدا احساسي بالجسد يعود الى الطبيعي. الله يعزك لو تلاحظ انت الحيوانات مثلا اذا انت ترمي له اشياء هو يختارها وما ياكل اي شيء، إذا أشياء كذا غلط في الغالب هو يتجنبها ما يأكلها، إلا الحيوانات اللي تعيش معانا تبدأ تتأثر بها تنتقل برمجيات هي اللي تمرض على فكرة أكثر ما هي الحيوانات اللي موجودة في البراري مثلا، هناك الأمراض تبع الحيوانات نادرة، هني تمرض الحيوانات أكثر لأن البيئة تساعد على تجلي هذه النتائج السلبية. القياس الثاني إحنا عندنا شيء اسمه داوزينج. داوزينج هو القياس، يعني أداة قياس قديمة جدا هذه الأداة، كان يستخدمه حتى من زمان لإيجاد الآبار تبع المياه، لإيجاد المناجم، ويقال حتى لما كنت أنا أدرس هذا الفن فيقال حتى كانوا يبحثون عن الألغام اللي كانت موجودة أيام الحرب في روسيا، يعني الكثير من الكلام. بغض النظر إحنا عندنا أيضا أداة نستخدمها للداوزين. الداوزين بمعنى قياس طاقة الشيء باستخدام أداة، وأحد الأدوات المشهورة اللي أنا أستخدمها في شيء اسمه البندول، البندولوم أداة كذا حتى موجود عندنا على فكرة، هنا بعض المعالجين الروحانيين عندنا الكبار الأول كذا يستخدموه هذا الشيء في العلاجات الروحية. فبس أنت تستخدمه كذا بعدين يعطيك إشارة وأنت عاد تفهم الإشارة هل هذا شيء جيد أو لا. كذلك الدازنج يقيس الوعي تبع الإنسان، وين واصل وعيه، وبناء على الوعي إيش الخيارات الغالبة راح تكون في حياته. زين بننتقل للموضوع من زاوية أخرى. دائما نسمع أنه التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، دائما نسمع هذه العبارة تتكرر في الكتب في المحاضرات، كيف ممكن للشخص أنه يوصل لهذا التغيير ويبدأ فيه؟ يفهم النفس بلغة القرآن. رب العزة لما كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فنأخذ كلمة نفس. كذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنروح الحين إحنا نمسك النفس هذه، إيش سالفة النفس؟ رب العزة دائما يذكرنا بهذه النفس واللي فيها ما فيها من إما كذا نسميه، إما عايشة في
جنة الله سبحانه وتعالى في الأرض أو صانعة للجحيم. والغالب العظمى من البشر تصنع المعاناة، يتصنع المعاناة كمهارة لا واعية، شيء عجيب يعني. فنقول أن النفس إيش فيها؟ أفكار بدرجاتها، أفكار، معتقدات، قناعات، هذه كلها حقل الأفكار. وعندنا إحنا النفس فيها مشاعر، بكل ما في هذه المشاعر من درجات. يعني اليوم عصام غضوب، إيش وراء الغضب؟ في خوف. إيش وراء الخوف؟ في حزن عميق. عصام في العمق زعلان، حزين بسبب ما حدث في الماضي أمام عيونه، بسبب الوالد، الوالدة، المدرسة، المعلم، أياً كان، شاف الألم في التلفزيون، شاف المعاناة كذا، فهو لأنه حساس كثير تخزن الحزن كطاقة في داخله. بعدين لأنه هو ما عرف كيف يتعامل مع هذه الطاقة ومع ضربات الحياة المستمرة، يتحول هذا الشيء إلى خوف. أنا بدي خاف، خلاص كيف يحمي نفسه الحين من هذه الأشياء؟ وأذاك أتأذى فأنا أتأذى، أنا كيف ممكن أحمي نفسي من إشكاليات المجتمع، من إشكاليات الضرب، من إشكاليات التهزيء والسخرية والتنمر. بعدين لأنه ما عارف كيف يتعامل مع الخوف، يبدأ الحين يدخل في حالة دفاع عن النفس. واحد التقنيات اللي استخدموها يبدأ يحول الطاقة هذه إلى حالة غضب. فنحن فقط حلينا إشكالية الغضب في عصام، ما راح نوصل إلى حل عميق، لازم نروح إلى ما وراء المشاعر. فهذه كلها موجودة في هذه النفس، اللي هي أيضا درجات في الرقي، في سلم الروحانية. نفس الأمارة بالسوء تتخبط في الحياة كثير، تصنع الآلام، بعدين تبدأ تروح نفس اللوامة، بين بين تغلط وتحسن، تذنب فتحسن، وهكذا تكون بين أخذ وعطاء. بعدين النفس المطمئنة، وهذا اللي احنا نبغي نوصل له كمؤمن. أحد أهدافي مش فقط كأشي بوظف، كم مدخولي، متى أتزوج، كيف عيالي، لا، أحد أهدافي كيف أصل إلى النفس المطمئنة، لأن الخارج في الغالب انعكاس لداخلي. إذا خارجي كثير في ركة واضطرابات، معنى أنا في العمق مضطرب، أحتاج أصل إلى حالة من النفس المطمئنة، هذا القلب السليم المستقر اللي لما يذكر الله يخشع يطمئن. لكن اليوم كم شخص يذكر الله يصل إلى هذه الحالة من الاطمئنان؟ قليل. وأنا تصلي كثير من الأسئلة عن الصلاة مثلا، ما نستشعر الصلاة، ودرنا الصلاة، تو ما قادر نصلي، لأني كني آلة، كني أغصب نفسي، كني أنافق ربي. مجموعة من الإشكاليات دخلت في أعظم الأشياء في الإسلام اللي هي صلة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الصلة ما مد، لأن الإنسان غير متصل وواعي بالنفس اللي يذكرها الله سبحانه وتعالى. فالنفس عندنا أفكار لازم نحسمها، نرتبها، نفلترها، لأن ما كل الأفكار تنتمي إلي أنا. المجتمع يعطيني مجموعة هائلة من الأفكار أتبناها وما عندي خبر. إحنا نكبر ونتبرمج ونأخذ ونستعيد كل هذه الأفكار من أبوي وأمي وإخواني وربعي والسوشيال ميديا. الحين من المؤثرات القوية جدا في الإنسان، المسجد يؤثر بطريقة قد تكون إيجابية قد تكون سلبية. فكل هذه الأفكار أنا أحتاج الحين أفلترها، فلازم أستخدم وعي لفلترة الأفكار عشان النفس تبدأ فعلا تتغير في العمق. فأفكار، مشاعر، رغبات، نوايا، أربعة أشياء موجودة في النفس. وعلى فكرة كل واحدة يبي لها كلام. أكيد أكيد. لأن فعلاً فعلاً الإنسان يعني يدرس، يتعلم، يتوسع، يطبق، بس يقول أشعر في شيء ناقص بعده، أشعر بعدني ما وصلت لذيك المرحلة. يعني أنا كانت توصل لي أيضاً من ضمن الأشياء اللي كانت توصل لي، أني أنا واحدة تقول أنا مثلاً أقرأ سورة البقرة يومياً، أذكر الله ألف مرة في الأذكار، وأصوم الخميس والاثنين، وعندي مجموعة روحانيات أمارسها، إلا أني أنا مش في حالة سلام عميق، أشعر كأنه في كتمة، كأنه في ضيق، كأنه في. لازم نعرف أنا ما يصير أشحن نفسي بمجموعة كذا من الأمور والتراتيل والطقوس الروحية وأنا ما زلت مشحون بالظلمات اللي رب العز يذكرها في القرآن. فالنفس فيها ظلمات، والظلمات رب العزة ذكرها بالجمع، معنا في طبقات ودرجات كثيرة في الظلمات، تفرعات، وفي نور بالمقابل اللي هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. احنا شغلنا ان نتخلى ونتحلى. في كثير ناس ما تتخلى عن الماضي بكل ما في هذا الماضي من ألم ومعاناة وقهر، وتبغي تتحلى، فأوريدي الإنسان مشغول، عفوا مشحون، مليان، فالكب موجود كذا، فانت الحين تحاول تعبي فترى ما يدخل داخل. فانت لازم تعرف ايش تحتاج تتخلص منه.
عشان انت تتبنى اشياء جديده، افكار، معتقدات، مشاعر تعيشها مختلفه تكون، وتنتبه لنواياك اللي تطلقها انت في القدر، والرغبات اللي متوازنه ومش متوازنه. يعني الرغبات مثل الرغبه في الزواج، الرغبه في النوم العميق. في ناس عندها مشكله في النوم العميق، فهذا ممكن يسبب اشكاليه في الانسان، لان النوم تشافي، اقوى انواع التشافي تحدث في حالات لما الانسان نايم، ما يقاوم، ما يعترض، ما يشكك في العلاج كذا، فخلاص جسمه يبدا يتهيئ. بل في النوم في مرحله من الساعه 11 بالليل لين 3 تقريبا، 2:30، هني الانسان يدخل عمق النوم المفترض. الانسان الطبيعي يدخل عمق النوم، الدماغ يفرز ميلاتونين ويبدا يصير هيلينج او تشافي عميق في هذه المرحله. لكن فيها شروط ايضا، انا لما نايم كيف نايم؟ انا وش اللي خضيته من افكار ومشاعر معاي قبل ما انام؟ افكر في يومي بكل ما فيه من الام وتحديات، افكر في فلان اللي اذاني وغيره، فانا لب هذه التجربه. فطوال الليل جسدي وجهاز المناعي يتفاعل مع اخر تجربه تقريبا اللي انا رحت كذا بها على السرير. فاقوم من النوم نايم كثير لكن كسلان، خامل، ثقيل، مزاجي متعكر، ما ودي اروح. فتبدا سلسله جديده في يومياتي، اكرر الامس، اكرر اللي كان قبل امس. فسنه ورا سنه انا اكرر اغذي النفس هذه بكل هذه الاشياء اللي انا ما احبها في الغالب. فلا مرتب فكريا، لا مرتب شعوريا، انا لا قادر انا اتحرر من النوايا المعاكسه. شنو هي النوايا المعاكسه في النفس؟ انوي شيء زين في العمق كاني انا اقول انا لا استحق هذا الشيء، فابدا احاربه. انوي الزواج من انسان، رب العزه يرزق هذه المراه مثل انسان يسوى بلد. تبدا المراه في العمق تبدا تعمل مشاكل، وتبدا تحاسب، وتبدا تراقب، وتبدا تجسس، وتبدا تهول المواضيع بدل ما تهونها، وتبدا تقاوم الاشياء بدل ما تدخل في حاله من القبول لهذا الطرف، فيبدا الطرف الثاني ينغص. فالحين يصير فيه ايش؟ هذه النوايا المعاكسه. انا نيتي اني اكون فرحان في الزواج، بس النوايا المعاكسه كبرنامج قديم متعود على الالم يبدا يصنع المعاناه مره ثانيه في العلاقه. لما تمسك المراه او حتى الرجل ان انت ايش تبغي بالضبط؟ يقول ابغي سعاده وسلام، لكن خيارات الانسان عكس ذلك. فتخيل النفس هذه المشحونه بكل ما فيها من برمجه، فهي كيف راح تتغير اصلا؟ الناس ما فاهمه النفس، ما فاهمه ايش لازم اغير انا في حياتي. فهنا نقول عشان اغير فعلا اللي يبدا من الداخل، ابدا انا افهم نفسي بكل ما في هذه النفس من ميزات وعيوب، بكل ما فيها من برمجه جيده، برمجه سيئه، بكل ما فيها من طاقات وذبذبات قد تكون مفيده، قد تكون مؤذيه. اول ما اكون واعي بهذه النفس، شوف هنا ياتي اهميه الوعي. ايش هو الوعي؟ انا انسان يقظ فيما يخص اعصام، انا منتبه لافكاري مشاعري. معظم الناس مشغولين الحين في الخارج. انت لما تشوف الناس تجادل في السوشيال ميديا او تعترض في السوشيال ميديا بكثره، نتكلم احتراز شويه حبتين لا بس، انت تتفاعل، بس انك منفعل بمعنى هذا الانسان ما مركز في نفسه، النفس ومركز برا. فانت كل ما تركز برا انت تتصل بالخارج بطريقه اقوى من اتصالك بذاتك. انت ذاتك في حاله انفصال الحين. لما نكون في حاله انفصال حتى ولو نصلي لا نستشعر الصلاه. عشان اصل مرحله استشعار الصلاه انا اتصل، يا جامل كلمه صله، ناس يقول ايوه الصلاه نتصل بالله، نعم، بس قبل ما تتصل بالله ينبغي الاتصال بالنفس، ان نفسك اقرب. انت الحين موجود وعاش مع ذاتك فتره طويله، اذا انت مع نفسك ما قادر تتصل كما ينبغي، فهذه النفس لن تتصل بالله كما ينبغي. وهني يتجلى اسم الله الباطن. الظاهر ما نفعله مع الحياه في العالم الخارجي، الباطن ما افعله مع ذاتي، هذه النفس، حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بهذا الباطن من معلومات وبرامج وطاقات وغيره. يعني ان الله لا يغير ما بمرض حتى يغير ما بانفسهم، ان الله لا يغير ما بفقر حتى يغير ما بانفسهم. وقس هذا على كل شيء، هذه النفس اللي تحتاج تتغير وتتصفى بمعنى الكلمه، لان الوسوسه شغاله، سواء وسوسه النفس او وسوسه الشياطين او وسوسه شياطين الانس، البيئه اللي موجوده حوالي. فالوسوسه شغاله 24 ساعه، انا التقط معلومات، انا ارسل والتقط، فهذا الارسال والالتقاط راح يحدد الكثير فيما يخص قدري في المستقبل.
ممتاز ممتاز ممتاز. إذا في تساؤل جاء في بالي اللي هو هل التراكمات وهذه الطاقة أو البرمجيات لما تتراكم في الداخل وأنت تحملها على مدى سنوات، أنت قلت إن ممكن هي تتحول لخوف مثلاً لغضب، هل ممكن أنها تتحول مثلاً لمرض تظهر على شكل مرض؟ أيوه، هو علمياً يسموه سايكوسوماتيك ديزيز في علم ال. فأنا درست تمريض في بداياتي، فأنا خريج أصلاً معهد تمريض، فدرسنا في هيك الأيام أن كيف الأمور النفسية تؤدي إلى إشكاليات جسدية. وإحنا عندنا قصص أيضاً سواء معانا في جلسات التشافي اللي عملناها أو مع ناس معالجين آخرين. في يعني صاحبي معالج طاقي كان، يعني مع تحفظنا لكلمة معالج، هو الطبيب هو الذي يعالج، نحن لا نعالج، إحنا نساهم في التشافي بس نستخدم المصطلح تسهيلا للفهم يعني. ممتاز. فواحد كان عنده إشكالية مع عنده إشكالية في المعدة، ألم مستمر كل يوم في هذا الألم. جلس مع صاحبي مع أخذ وعطاء ونبش في الماضي ونبش في الأمور كذا ومجالات الحياة، توصل أن في إشكالية مع أبوه، هذا الولد اللي يعاني من الألم، هو عنده مشكلة مع والده، لا تسامح لا غفران، مستوى إشكالية كذا وزعلانين كذا من بعض. فطلب هذا صاحبي، طلب من هذا الرجل أن روح ادخل في حالة صفح مع الوالد. أول شيء فرغ مشاعرك أمام الوالد، هيئ الجو، تكون بروحكم كذا وتحدث عن اللي أنت تشعر به. فهو طبعا تردد كذا يوم لين ما قال خلاص أمري لله، وراح وأطلق العنان للمشاعر أمام أبوه، فهو بكى وأبوه بكى، وفي النهاية يعني عاش الجميع سعداء زي ما فصار الصلح. سبحان الله، تواصل مع صاحبي هذا بعد كذا يوم يقول من يومها لا أشعر بهذا الألم اللي كان يجيني في المعدة. عشان لازم نفهم، ما كل إشكالية جسدية هي فقط جسدية. إذا اليوم أنا ضربت طالة ولا شيء فهي جسدية لأن في شيء بارز واضح، لكن ليس الأمر دائما هكذا. كثير إشكاليات جسدية هي عائدها فكري نفسي، ممكن تراكمات من سنوات مثلا. والأشياء تراها تتراكم فعلا في الجهاز العصبي أو نسميها اللاواعي، ويبدأ الجسد يتفاعل. بل في التجارب المؤلمة أصلا اللي اللاواعي يخبيها، اللي محمد ما يعرف عنها. محمد الحين ما سوى تجربة عميقة في الجلسات تبع التأملات أو التشافي، فمحمد ما يعرف إيش اللي متخبي في داخله. أول ما يجي يعمل تأملات مثلا وتنفسات عميقة، ثاني يوم محمد غضبان، عصام أنا كله بخير أول أصلا، من وين طلع الغضب هذا؟ هذا اللي يصير معاي في جلساتنا. الغضب يظهر، بل في بعض الحالات الناس تصاب بالله يعزك إسهال كآلية طرد السموم من الجسد، لأنه هو بدأ يرفع وعيه بجسده، اتصل بهذا الجسد كما ينبغي، الجسد بدأ يشعر أن في حد يعطيني الحين وجه يعبرني يالس. فهني كل الظلمات اللي موجودة أنت يالس تجيبها على السطح، لأنك أنت نويت التشافي، فالنية تبدأ تشتغل مع الطاقة اللي تترسلها خلال التنفسات أو الأذكار أو تقنيات أخرى، فتدخل هذه الطاقة في الداخل تبدأ تنظف على مستوى الأنسجة والخلايا، فتظهر كل هذه الملوثات إلى الخارج فتعطيني أعراض ما أحبها. بس هذه عملية أساسية للتشافي، جزء من العملية لازم تتحمل أنت هذا الشيء وتبدأ تتحرر من كل هذه الأشياء اللي موجودة في داخلك. بننتقل لنقطة أخرى اللي هي عن مصطلح التوكيدات. دائما في عالم اللي هو الوعي وهذا المجال نسمع مصطلح التوكيدات، إيش معناها وكيف آليتها؟ جميل. التوكيدات أيضا موجودة في القرآن، ولكن خلينا نتحدث عن التوكيدات المنتشرة الحين في السوق. اللي أنا عندي فيديو على الفكرة في اليوتيوب في توكيدات أيضا. التوكيدات هي بلغة، هي جاء الفكرة من الهيبنوثيرابي، التنويم الإيحائي. التنويم الإيحائي إحنا نبدأ نرخي الشخص بالكامل، يهدأ 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 لدرجة أنه يكون في حالة من الألفة، البرين الدماغ ذبذباته تهدأ فيسترخي بعمق. لما أكون أنا مسترخي بعمق، أي كلام الحين أرسله للعقل العقل يأخذه، لا يعني كأني الحين جالس أرسل رسائل مهمة لللاواعي. وهذا يستخدمه على الفكرة في الإعلانات، ليش يقولوا لك إذا أنت مرهق وتعبان وجاي من الدوام وجلست قدام التلفزيون لا تشغل شيء مزعج، لا تشغل أخبار سياسية، لأنك أنت مرهق وجسمك يبغى يسترخي. فأي شيء جاي من الأخبار السياسية المدمرة المؤذية أنت تأخذها،
فأنت ما تعرف تأثير هذا الشيء على حياتك. فالتوكيدات هي عبارة عن كلمات أرددها أو أستمع لها عشان أتبرمج على شيء فلاني. توكيدات عن الثقة، عن الصحة، عن أي كان. لكن هذه التوكيدات ما دائما تشتغل رغم قوتها وأهميتها. ليش؟ أجين نرجع مرة ثانية لي النوايا المعاكسة. الشخص يستمع للتوكيدات أنه يستحق الثراء أو الغنى. قد نستخدم اسم الله الغني، الغني. الغنى يعني إنسان مكتفي بذاته، غير محتاج للآخرين. فهذا وإحنا لازم كلنا كمؤمنين نسعى أن نصل مرحلة الغنى. هذا من الأشياء اللي لازم نشتغل عليها، لأن الغني ممكن يساعد المحتاج، يعمل مبادرات تطوعية، فأنت تكون مفيد كثير للمجتمع لما تكون غني. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة، وفي الاثنين في خير. فالقوي دائما يكون خير، لأن الخير اللي يطلع منه يكون في الغالب يكون أفضل. ليس بالضرورة في ناس ما شاء الله قوية لكن مزعجين. فإيش يصير؟ الشخص يستمع إلى توكيدات، أنا غني، أنا عندي وفرة مالية، أنا مشروعي ناجح، أنا وحياتي بدأت تتحسن من الناحية المالية. توكيدات قوية، أنت تبرمج اللاوعي على هذه الأشياء. في العمق أنت عندك معتقدات أن مثلا الغنى مستحيل أو صعب جدا، أو يبي له كثير جهد عشان الواحد يكون غني، أو يبي له واسطات عشان الواحد يكون غني. وأنا أبوي كان طول عمره مش غني، أنا ما شفت الغنى في الوالد، كان دائما محتاج. مثلا الوالدة كان دائما في حالة من النقص والشعور بالحرمان. كل هالبرامج موجودة في اللاواعي، وجاء الحين أدخل توكيدات جديدة، فيصير تناقض في العمر. عشان كذا ما ممكن تحصل الفعالية اللي أنت تنتظرها وتتمناها. بعدين شوف، هذا أنا عشان أصل مرحلة الاستحقاق لازم أعيش باسم الله الحق، لازم أؤمن بأعماقي أني أنا أستحق هذا الشيء. فنفسي بالكامل، مش فقط فكريا اريد اكون غني، لا، النفس نرجع لها مره ثانيه بكل ما فيه من معتقدات ومشاعر ورغبات ونوايا، كلها تتناغم مع فكره الغنى. بعدين التوكيدات ممكن تشتغل، عدا ذلك احتمال انت اصلا بتتعب من التوكيدات، بتصل مرحله من الضيق والمقاومه اللي ما كانت موجوده قبل التوكيدات. لهالسبب هذه الاشياء ليش ما تشتغل؟ نرجع مره ثانيه لما يقول الرب حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني النفس بصراحه لو في شيء او رساله ياخذوها المتابعين من هذه الحلقه، يركزوا في النفس، لان السر هناك، النور هناك، الظلمات هناك، السكون هناك، والاضطراب هناك. انت ايش جالس يغذي النفس هذه؟ زي ما يقول، اذا اليوم في ذئب يمثل السلام وذئب يمثل الغضب ويضاربوا مثلا يقاتلوا بعض، اي ذئب اللي راح يفوز؟ اللي تغذيه يفوز. في ناس تتحمس تقول لا السلام سيغلب، لان السلام الاسلام اسم الله السلام، اللي تغذيه هو اللي يفوز. النفس اذا فيها اضطرابات وانت تغذي الاضطرابات باستمرار، فالاشياء اللي تعملها هي اللي بتقوم، هذا اللي بيفوز. انت بديت الحين تدخل في مجال الوعي، تحضر دورات، تعمل تأملات، جميل، بس تروح البيت تبدأ تدخل في جدل وصراع مع الأخ أو الأخت أو الأب أو الزميلة، أنت عندك صراع مع المدير وشغال تأخذ وتعطي، في الشارع لما أنت تسوق وحد كذا ويطلع قدامك فجأة تبدأ تسب أو ضايق وتسب وتشتب، أنت جالس تغذي الاضطراب، أنت ما غذيت السكون اللي موجود في داخلك، فالاضطراب راح يغلب السكون في الحالة هذه. دائما نلاحظ ان في مواقف تتكرر في حياتنا، احداث تتكرر في حياتنا ممكن اكثر من مره في السنه او على مدى السنوات. هل في سبب معين يعني لهذا التكرار، او هل في مثلا هناك رساله معينه نحن ما نلاحظها، او هل مثلا في درس معين نحن ما تعلمناه، ولا كيف بالضبط؟ يقول الرب العزيز الحكيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نبدأ الحين نأخذ الجواب من هذه الآية، لأن كل شيء إحنا نسويه في انعكاس في القرآن الكريم وفي الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى هي الحاكمة لكل القوانين في الكون. فإنسان ينوي أنه يدخل في حالة من الإيمان. الإيمان بمعنى أني أنا أكون أفضل نسخة من عصام. أنا عندي وايد نسخ، يعني عصام في السابق في طفولتي أنا مراهقتي كنت كثير أعاني من حالات نفسية كعصام.
فجأة تشوفني متحمس أضحك، فجأة تشوفني أنطوي على ذاتي. انقلاب يعني تقلبات غريبة جدا، لا أنا فاهم إيش السالفة ولا أهلي عارف إيش الموضوع. فهني نقول إذا عصامي ينوي أنه يكون يدخل في حقل الإيمان، إيش يعني إيمان؟ يعني أنا أبدأ الحين أتطور وأن أنمي ذاتي عشان أدخل في حقل اسم الله المؤمن. الإيمان جاء من اسم الله المؤمن، أنا أكون في أمن إلهي، فكل شيء أسوي في الحياة أنا مسلم أمري لله سبحانه وتعالى، أنا آمن بالله سبحانه وتعالى. فهذه الرغبة للتغيير راح تجيب لي اختبارات. مشكلة الناس تفهم الفتن والابتلاءات كأمراض، كعذاب، كمصيبة، هذا خطأ كبير موجود عندنا في الثقافة الإسلامية. الابتلاء يعني أنت تحتاج تنمي شخصيتك، فتحتاج مجموعة دروس بكل بساطة. إيش الدروس اللي تحتاجها يعتمد عليك أنت، قد تكون الدروس قوية. هل ممكن نسميها مثلا تحديات؟ بلغتنا نعم، هي تحديات أنت تواجهها. ليش؟ لأنك أنت ترغب بالتغير، ترغب بالنمو، فهذه الأشياء ستعلمك أنت كيف لازم تتغير. لولا العالم الخارجي وتحدياته أنا ما عندي مقياس واضح لذاتي، أنا كيف أعرف الإنسان متسامح؟ إلا إذا يصير شيء واحد ممكن يغلط علي فأبدأ أنا أنزعج والضايق، هني ممكن أعرف أنا متسامح ولا لا. إذا أنا كيف أعرف الحين أنا في حالة من النمو والرقي؟ لازم أحتاج لمجموعة أشياء أنا أخوضها. يعني بالله علينا الحين أنت عشان تسوق سيارة شيء بسيط دنيوي تحتاج إلى تمرين وممارسة وتدريب ومراقبة عشان تتقن قيادة السيارة، هذا اللي هو شيء بسيط أصلا، فما بالك بأنت كإنسان. فأنت لما تبدأ تنوي التغيير والنمو، رب العزة يدرك أنت إيش تحتاج في حياتك، فيبدأ يرسل لك بعض الدروس والتجارب. يرسل لك الدروس من خلال الأحداث، من خلال البشر، من خلال القريبين، من خلال الغرباء. أهم شيء في دروس توصل لك أنت عاد بحكمتك تستوعب الدرس ولا لا. كل ما أنت استوعبت الدرس بطريقة أفضل وأسرع كان أرحم لك، لأن أنت ما استوعبت ممكن يجيك درس أصعب ثاني ثالث رابع. بتلاحظ الناس تحدياتها هي هي بس الزخرفة تختلف، الشكل الخارجي يختلف بس العمق هو هو. زي فكرة الإنسان اللي يحب يعيش التعاسة، ما يفرق إذا هو في حالة من الحرب، في بلدة فيها حروب، أو في بلدة فيها أمان زي وطننا الحبيب. وهنا تعيس وهنا تعيس، هنا تعيس هنا تعيس، لأن الخلاصة هي هي، هو هناك عمقه مضطرب غضبان خايف، هني في بلدة آمنة عمقه مضطرب غضبان خايف بغض النظر عن السطح. فتأتي التحديات والتجارب تخبرنا تراك ما تعلمت الدرس إلى الآن، أنت ما زلت عاداتك هي هي، تفكيرك هو هو، المشاعر اللي تعيشها يوميا نفس المشاعر تعيشها، انت ما ضفت شعور جديد في حياتك، لان المشاعر هي طاقة الجسد. تلاحظ اليوم اذا واحد منفتح ومبسوط ودي يسوي وايد اشياء في حياته، اذا حزين ومنطوي كئيب كذا حتى ابسط الاشياء ما يبغى يسويها. شوف كيف الطاقة تغيرت بسبب المشاعر. هذه المشاعر تخبرنا الكثير عن حياتك، انت عايش نفس المشاعر، افكارك هي هي، معتقداتك هي هي، رغباتك هي هي، ما أعرف كيف أنت تحددها، لأن الرغبات تراها فيول قوي. إما أني أنا أفهم الرغبات وأشبعها أو أفهمها وأحررها بس ما أكتمها. أحد الإشكاليات صدق أو لا تصدق كتم الطاقة الجنسية، الطاقة الجنسية طاقة مقدسة من الله سبحانه وتعالى، خلق الطاقة في الإنسان، ومن خلال هذه الطاقة يجي الخلفاء اللي في الأرض، إنه جعل في الأرض خليفة، فالإنسان يتزوج والمرأة تحمل وتنجب، مشروع الزواج يعني. ولكن هذه الطاقة الناس ما تفهمها فتعمل كتمة وكب لهذه الطاقة، والثقافة عندنا في الخارج ما تعين الإنسان أن يفهم هذا الشيء اللي موجود في داخله، فيبدأ يحاصره بين الحرام وعيب واسكت وما أعرف إيش كذا ولا تسوي وانتبه وسوي، يضطرب الإنسان. فالطاقة موجودة يبغى الحين جاهلها. الطاقة الجنسية إذا إحنا ما فهمناها وما تعاملنا معها صح كأقوى طاقة موجودة في الإنسان، هذه الطاقة تؤثر على النفسية والسلوك كذلك. فشوف الإنسان يتصرف بصورة محددة، يختار خيارات معينة، فيواجه نفس الآلام نفس التحديات وما يصير يتغير. ليش؟ في العمق وعنده إشكالية مع هذه الطاقة وما عرف كيف يتعامل معها للأسف. فتظل التحديات مستمرة ويظل الأمور كذا، المسائل تظل تتكرر، وهذا ما أعرف كيف يطلع من هذه الإشكال. رب العزة يقول بصريح العبارة بصريح الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا
أنا التحديات ما قادر أطلع منها. كل ما نفس الشيء نفس العلاقة تتكرر، كل ما أتزوج نفس الشخص يجيني، كأنه كل ما أطلع من وظيفة لوظيفة ثانية نفس الإدارة كأني أواجهها. إذا في خطأ فيني أنا. طبعاً. أنا ما واصل مرحلة عشان أنا أكون متناغم مع الآية التي تقول يجعل له مخرجا. وأنا لازم أدخل إلى ذاتي، إلى هذا العمق، أفهم بأسرع وقت عشان ما أتورط زيادة مع التحديات المتكررة. ممتاز ممتاز. إذن هذا بخصوص اللي هو رسائل الأحداث أو الدروس الخارجية اللي تصير. في مصطلح اللي هو رسائل المشاعر، يعني مثلا شخص فجأة كذا يحس أنه بالرغم من كل الإنجازات اللي يسويهن، بالرغم من كل الزحمة في جدول اليومي، لأنه يحس أنه في شعور بالفراغ. مثلا بنقول بالفراغ، إيش سبب هذا الشعور؟ هل هذه رسالة من عن نوع من أنواع رسائل المشاعر، وإيش سببها؟ أنا أبي أحصر هذا الموضوع في شيء واحد. إحنا ممكن نتكلم رسالة هذا الشعور يعني كذا، هذه يعني كذا، هذه كلها تكون تأويلات بشرية. نرجع إلى إحنا إلى ميزاننا القرآني. أي شيء أو أي وقت تشعر أنت بشيء كان بعده ناقص، ذاك الشيء يحتاج إلى مل روحاني، ما له علاقة بالأشياء اللي أنت تسويها في الخارج. خاصة إذا أنت ذكرت أن جدول مسحوق، شغال، رايح جاي، كان في شيء فارغ. هذا الفراغ أصله روحي، أصله أني أنا أكون في معية الله كما ينبغي، كما تستقر هذه النفس. إحنا لما ما نفهم هذا العمق نبدأ نغطي هذا الفراغ الروحاني بالأمور العاطفية. أقول يمكن أنا أبغي المزيد من الاهتمام من الزوج، المزيد من الحب، أو أريد شريك حياة عشان هذا الفراغ يختفي، أو أريد أعمل لي إنجاز عشان فيتزوج ولسه عنده إنجاز، عنده مشروع ولسه في شيء خطأ في الموضوع، لأن إحنا ما نقدر نعبي الأشياء النورانية الروحانية بالأمور المادية، ما ننجح. مسألة وقت، وأرجع مرة ثانية أشعر كنا في فراغ. ونضع أيضا نقطة في الفراغ، الفراغ يعتمد على حجم الكأس الفارغ في داخلي. فراغ عصام غير فراغ محمد، فراغ عبد القادر الجيلاني مولانا الصوفي غير فراغ النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما كان الكأس أكبر طبعا على حسب الإيمان يكبر الكأس، فأنت تعبيه بزيادة من النورانيات. في ناس عندهم الكأس مثلا صغير، يعبيه شوية روحانيات كذا وصلاة وكأنه اكتفى، ويبدأ يكون مشغول مع الحياة، قد يتخبط قد لا يتخبط، لكن هو لن يصل إلى مرحلة التلذذ بالمعية الإلهية. هذا اللي يتكلم عنه القائل لما قال لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجادلون عليها بالسيوف. الناس على باله أن لأني أنا مسلم فيصارعوني لأني أريد، هي مش كذا السالفة. المسلمين فهموا أن لأن إحنا مسلمين وعندنا الإسلام والقرآن، فهذول لو عرفوا هذا الكنز راح يجادلون عليها بالسيوف. لأن مش كل المسلمين عايشين هذه المرحلة من السعادة، بل الغالبية والملاحظة يعني لما تلاحظ، أتكلم عن نفسي لما أروح زيارات الأهل، لما أتعامل مع ناس اللي عندنا في المركز، ولما نشوف السوشيال ميديا، فالغالبية في حالة من الربكة والإضطراب. والأجواء اللي تصير في مثلا الوباء اللي صاير، وقس على هذا كل التحديات، الأسعار اللي هي تتكلموا عنها، الضرائب اللي يتكلموا عنها، كلها لسه تزيد المزيد من الربكة والتوتر في حقل الإنسان. فالأصل أن كل ما الحياة الخارجية عملت لي ربكة واضطرابات، كل ما أنا لازم أعالجها وأشفيها بالاتصال الإلهي، لأن الحلول من الله، الخير من الله، الغنى من الله، والسلام من الله، والشفاء من الله. فالرب هو كل شيء في حياتي أنا، الأصل كذا. إذا أنا أخلي الرب هو المحور، بقية المجالات راح تتدفق من خلال هذا النور اللي أنا أعيشه. أما إذا أنا أبحث في الخارج عن شيء يخليني أستقر ولا أعبي هذا الفراغ، ففي الغالب الأمور الفانية لا تؤدي إلى أي إشباع روحاني، لأن كاني متصل بشيء فاني عشان يعمل لي إشباع. أنا فاني وهو فاني، سواء كان إنسان أو وظيفة أو منصب، في الغالب النتيجة ما راح تكون مثل ما أنا أبغي. فالأصل هو الاتصال بالمصدر ليمتلئ هذا الفراغ. فرسالة المشاعر لما أشعر أنك أن بعد في شيء، نوجهها دائما إلى الروحانية والاتصال بالله سبحانه وتعالى. زين، هل هذا الشيء يفرق إذا أنت مثلا مسلم أو من الديانات الأخرى؟ لأن لاحظ مثلا في الديانات الأخرى تحصل اللي هم الراهب مثلا، تحصل المعتزل اللي يوصل لقمة من الروحانية. يعني هل له علاقة بأنك أنت تكون مسلم أو مسيحي أو بوذي أو غيره، ولا هو شيء شعور
مختص بك وبإيمانك بربك. هو هكذا. هو هي إشباع قيمة زي ما نقول. قيمتك أنت سواء مسلم تعبد الله أو روحاني ثاني زي بوذية مثلا ولا أي ديانة أو طريقة أو يعني بوذية مش ديانة على كل حال. بوذية طريقة منهج يعني. بوذا لما أصلا استنار ولما صار يقظ تم يعلم الناس هو نسف الآلهة نسف الأصنام. ليش الهندوس كثير مثلا ما يرتاحوا لبوذا؟ لأنه هو نسف آلهتهم. الكل يقول هذه أوهام يعني عندك اتصال واحد على كل حال. فنقول أن هذه الطرق اللي موجودة في الساحة هي إشباع قيمة بغض النظر أنت مسلم ولا لا. قيمة السلام تحققت ولا لا؟ السلام ممكن يتحقق بالاتصال بالخالق بالاتصال بالذات بالأعمال الصالحة. يعني في ناس يصلون مرحلة السلام العميق من خلال مساعداتهم للآخرين ويصل المرحلة فيها سلام عميق وإشباع عجيب جدا لأنه حقق الجزء اللي يقول وعملوا الصالحات. إحنا عندنا جناحين نطير بهم إلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تكررت الآية بكثرة في القرآن. فما يصير أنا أسوي شيء على حساب شيء. لازم الإيمان يكون عميق مستقر ينتقل من الفكر ويستقر في القلب. كذلك الأعمال الصالحة بكل ما في هذه الأعمال من تجليات وأنواع وتفرعات عشان ما نحصر العمل الصالح فقط في شيء واحد. كل الناس مسلمين غير مسلمين إذا هم عندهم إيمان بقضية عليا فهو مؤمن يعتبر وعنده أعمال صالحة للبشرية يعني هو غير مؤذي فهذا الإنسان ممكن يحقق الإشباع العاطفي الروحاني. المسلمين لهم ما لهم من الأفضال اللي ما موجودة في الآخرين. الأصل إذا هذا قدر يوصل وهو لا يعبد الله الخالق الأعظم بس قدر وصل مرحلة من السلام ما موجود عندنا كمسلم ففي شيء خطأ كبير أنا أسويه لأن أنا أولى أني لأن جاي أصلا من الإسلام. إيش هو الإسلام؟ أن كل ما يحدث معاي أنا أدخل في حالة من التسليم لله. يعني الألف في السلام في الإسلام الألف هذا الإله. أنا كل حالة أدخل في حالة من التسليم لله سبحانه وتعالى. فهنا تتجلى الآية التي تقول فمن أسلم وجهه لله. إذا اليوم محمد واجه تحديات في مشروع هذا جلسة كرة واضطرب الموضوع وضاعت فركش بالكامل. هني يختبر إيمان محمد وصبر محمد. هل راح أنت تسلم المسألة لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ إيش يعني واحد يسلم واحد ما يسلم؟ اللي ما يسلم المسألة لله سبحانه وتعالى حتى ولو مسلم هو راح يقاوم يزعل يغضب يشتم يلعن ينقهر فترة طويلة ويغذي هذا الألم وهذا ما له أي علاقة بالذين آمنوا لأن المؤمن ما يعمل كذا. أما اللي أسلم وجهه لله إذا هذا المكان كله المشروع تفركش هو يزعل. محمد يزعل لأنه هو إنسان هذا اللي بناه بدأ يضيع الحين فهو يعيش المشاعر هذه يبدأ يزعل يتضايق يحزن شوية وكذا يعطي حقه للمشاعر ويعيشها بإنسانيتها من غير أي مثالية يعني فارغة لكن يعطي حقه لكن بعدين ينطلق فكان يأخذ استراحة محارب ويتعلم من الدروس ويشوف إيش اللي صار يثق في من ما يثق في من إيش الخطأ اللي إعادة صياغة هذا الشيء ولربما أصلاً هو خير لأن بعد ما هذه يروح يجي شيء أفضل منه. هذا كيف يفهم محمد؟ إذا اتصاله بالله يكون ثابت وقوي ويدرك أن ما يحدث للإنسان المؤمن هو خير. إذا في جمال فيشكر إذا في صعوبة فيصبر وفي الاثنين في خير. والصبر طاقة قوية جدا اللي هي يعني تصنع الأحداث. الله سبحانه وتعالى لما كان يخاطب النبي كان يقول اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كيف صبر أولو العزم من الرسل؟ بالاجتهاد المستمر ما توقفوا ما قالوا والله أنا أصبر يعني أنا أتحمل الظلم. خطأ. إذا احنا تحملنا الظلم أنا أساعد في تجلي الظلم في العالم. المظلوم يلعب دور كبير أن الظالم يكون موجود لأنه ساكت بالضبط. فنقول أن الصبر ما له علاقة بتحمل الظلم تحمل الأذى تحمل ما أعرف إيش كذا إلا إذا أنت ما قادر تصنع تغيير الآن. ويا تتأذى كما أوذى النبي عليه الصلاة والسلام في الوضع كان كذا. لكن أيضا في رسالة قوية فيما يخص الصبر هني أن هاجر يا نبي الله البيئة خلاص اللي عطلتها حقه في مكة بس ما جابت نتائج قوية تحتاج الحين بيئة. فمحمد ربما لازم يعرف إذا الموضوع صار مثلا كله تعطل
أن إيش البيئة اللي يحتاجها محمد. فأمور كثيرة ممكن يتعلمها، بس الإنسان اللي ما يسلم المسألة لله ما يتعلم هذه التفاصيل في مشروعه اللي تأثر سلبا. ففي مجموعة أشياء، الصبر العلاقة بي، أول مرحلة في الصبر أني أنا أتحمل اللي صار، بس هذا الجزء يسير. ثاني شيء أبدأ أشتغل قدر المستطاع عشان أغير الوضع إلى وضع أفضل. ثالث شيء أترك النتائج على الله، وأنا أكون كذا كني في حالة من التسليم لله، أنا علي أركز في الرحلة، النتيجة بيد الله. نعم أنا أريدها وأطلقها ذهنيا باسم الله المصور، أتصور أنا إيش أريد، لكن ما أرتبط بالنتيجة لأن راح أتوتر بعدي، فأجيب طاقة توتر. متى أحقق هذا الشيء؟ متى يتحقق مع رشي إيش كذا؟ هذا يعطيني التوتر، فاتصالي يكون بالنتيجة أقوى من اتصالي بالله، فأبدأ أتأذى بالشيء اللي أنا اتصلت به. الواحد انتبه. فالصبر يعني أتحمل وأكون قوي وأتقبل اللي صار، والقبول لا يعني أرضى لا، قبول يعني أني ما أدخل في حالة من الصراع مع النفس وصراع مع عارفيش كذا، وأبدأ أستنزف طاقيا، خلاص صار اللي صار، أعيش مشاعري، أبكي، أصرخ، أولول، وخذ راحتك، أعطي جسدك حقه. بعدين المرحلة الثانية أبدأ أجتهد واصبر كما صبر أولو العزم، معنى لازم الحين في اجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، رب العزة يقول. فأبدأ أجاهد أنا فيما يخص هذه الرسالة العظيمة اللي أنا أسويها ترى لله. محمد اليوم يشتغل على جلسة كرك، العمق الله سبحانه وتعالى، أنت تبي تفيد المجتمع، الفائدة هذه تؤثر في البيوت، أنت ما تعلم أي حلقة ممكن تأثر في إنسان عنده أسرة، ويبدأ هذا الإنسان يحسن من سلوكه وتصرفاته مع أسرته بالكامل. فانت فت هذا الانسان وزوجته وعياله، والزوجه لما تستفيد والزوج يتغير، تروح الدوام نفسيتها تتغير، فهي ايضا تتحسن هناك، والاطفال يروح المدرسه فيتحسنوا، ففي تاثير يتفرع احنا ما ننتبه له لما نبدا ناثر في الناس بطريقه ايجابيه وهكذا. فنقول الانسان خلاصته من البدايه لين النهايه في كل تحدي، الله يكون حاضر في حياه هذا الانسان. نشوف الموضوع بشكل عام أكثر على صعيد الوطن العربي، ويش وجهة نظرك أو رؤيتك، أو ممكن هل نسوي قراءة للوعي الجمعي في الوطن العربي؟ هل نحن وصلنا لوعي عالي نوعا ما، أو هل لازلنا في وعي منخفض، أم أنه هو يختلف من بين دولة إلى دولة؟ هو يقينا يختلف، ولكن بالمقارنة في هذا الجيل الوعي صار أفضل من السابق. إذا أنت تروح للتاريخ بتلاحظ أن الحروب لم تتوقف، الحروب أيا كانت الأسباب، الحروب هذه فتوحات ولا غيرها من الحروب اللي فيها الكثير من الظلم مثلاً، من الفتوحات لها كانت أسبابها، ولكن الحروب بصفة عامة في الماضي لم تتوقف. في هذا الزمن هذا شيء قليل كثير، ولكن بدأت الحروب تأخذ تشكيلة مختلفة إعلامياً مثلاً، حرب معلومات هذه الحرب أيضا خطيرة تعتبر، ولكن بصفة عامة الوعي اللي صار الآن أفضل مما كان عليه في السابق. الحين الناس في التنمية أفضل، في التشافي بعدين يتوسعوا بطريقة أقوى، يعني هو هي الدفة رهبة، يعني في أمراض ترى في تشافي، هو القانون الكوني هكذا، هذا يزيد وهذا يزيد، يعتمد أنت وين مركز. فنقول أن السلام الحين صار أفضل في الكرة الأرضية، الناس وعيها صار كذا أكثر انفتاحاً. أنت سابقاً ممكن تبرمج إنسان على أي شيء، الحين صعب يناقشك، حتى الأمور الدينية والوجودية والجوهرية عادي يناقشك الإنسان. أنا لما كنت أروح أعمل محاضرات في الكليات كانوا يجوا عندي طلبة الكلية كذا ويعطوني أسئلة عميقة، أسئلة وجودية قوية، يعني لدرجة حتى يسأل مثل. كنت أسأل أن أحياناً هل فعلاً في الله؟ يعني هذه الدرجة، هذا السؤال قديما ما موجود أصلا. هل الصلاة هذه هي الصلاة اللي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليش ما تأتي بنتائج؟ وكيف إحنا المسلمين والمؤمنين اليوم مفترض نكون ورثة يعني في الأرض والخلفاء في الأرض، إحنا اليوم مش، والكثير يطبق القرآن ويعيش بالقرآن ويصلي ويصوم ففي أسئلة وجودية للناس الحين خلاص ما قادر أنت تبرمج على كل إنسان، ليش ما سويت له؟ وفي ناس أصلا بادية تتمرد فتصل إلى مرحلة من التمرد على الدين فيدخلون في الإلحاد. يعني عصام في فترة من الفترات في بداية الألفية لما دخل كذا في الدين بعمق
وبعد فترة بديت أشك، بعد فترة بديت أكون لا ديني، بعدين ودّفت كل شيء، قلت هذا كله كلام ماشي منه، هذا شنو هذا؟ بعدين دخلت المسيحية أقرأ فيه أبحث عن الحلول هناك. يمكن عصام يمثل كم واحد اليوم في الوطن العربي؟ يعني فقط مثال، بس مثلي كم واحد موجود عنده هذه التساؤلات اللي ما استقر قلبه عليها أصلاً إلى الآن، بسبب ربما الطرح الديني، بسبب تداخل بقية الثقافات في الدين فصار تشوش، بسبب التربية، أياً كان السبب المشكلة موجودة بغض النظر. ما يصير إحنا نسكر عيوننا، ما يصير نخوف الناس أنه لا تسأل هذا السؤال وهذا خطأ وما أعرف إيش وحرام. أنت ما تقدر تسكر عقول الناس، ممكن تتسكر أفواه الناس، يظل العقل شغال بالتساؤل، أنت ما حليت المشكلة. والمؤمن يجد حلول للمشاكل، لأن القرآن منزل هكذا، ولا ما في غرض منه الحين، فنحن نحاجج بهذا القرآن. أنا بديت مرحلة من مراحل حياتي أشكك في القرآن، لهذه الدرجة وصلت، يعني من كثر ما تلخبطنا إحنا بالمذاهب والشغلات هذه وكذا وما يحدث في العالم الخارجي، ما قادرين إحنا نوازن كشباب. يعني إيش اللي صار؟ نسمع شيء، نتعلم شيء، نقرأ شيء، نرى شيء، ونشوف شيء في الواقع، نشوف شيء ونجرب أشياء، خبصة مستوية. فطبيعي في الداخل يكون في حالة من التخبط الإسلامي، التخبط الديني، التخبط المجتمعي، التخبط الأسري، التخبط الشخصي زي ما أنا مريت. بعد فترة طبعا برحمة من الله سبحانه وتعالى وهداية من الله، يعني أنا مجرد أداة لا أكثر، بس الرب هو الذي يعني ينطق الناس، يخلي الناس يتكلمون بالحق. هذا الله سبحانه، اليوم عصام يتكلم، ما أنا اللي أتكلم، رب العزة أنطقني فعلمني فأنا أتكلم، ولا أنا ولا شيء، مجرد عبد، يعني أساساً أستشعر العدم أمام وجود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، عشان الإنسان ما يتكبر ولا يدخل بعجب ولو خفيف في قلبه. هذا مهم لصفاء القلب والرقي الروحي. لكن اليوم رب العزة ينطقني يا لس بحجة القرآن، بعد ما أنا كنت أصلاً أشكك في القرآن. فهذه النقلة أنا تعبت فيها كثير، أخذت سنوات طويلة، سنوات من الألم والمعاناة والانتقادات من الناس والتخويف من الناس، يعني أنت الحد، كان يبي يقيم عليه الحد، يعني الحد يعني كذا، متحمسين بعض الناس لإقامة الحدود، شيء غريب لا في حكمة. رب العزة يقول وادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا أنت ما عندك هذه الصفات، يعني يا النبي إيش قال؟ فليقل خيرا أو ليصمت. ما عندك هالصفات هذه لا تتحدث بأمور الدين مع المعترضين، لأنك أنت بتخربها أكثر، أنت بتخلي التمرد زيادة كذا، فما تخدم أنت القضية العامة اللي إحنا نتحدث عنها. زين، أكيد أنت وتتكلم ممكن في شخص أو حتى أشخاص هم مروا أو جالسين يمروا بنفس المرحلة اللي أنت مريت فيها، إيش رسالتك حالهم؟ كيف ممكن هو يوصل للاستقرار اللي أنت وصلت له؟ اللي أنا أتبعه، وأكيد في طرق ثانية تبعوها الناس، بس اللي أنا أتبعه أني أنا أجيب هذا الإنسان اللي في الغالب يكون مضطرب، متذبذب، شاك كثير، ما ينسجم بالصلاة، ما ينسجم مع هذه الطقوس اللي إحنا نمارسها في ثقافتنا الإسلامية، أبدأ أدخلهم في التأملات النورانية اللي هذا أنا أعمله. اللي هي ويش بالضبط؟ أنا دارس تأملات ومدارس مختلفة، مدارس هندية، مدارس غربية، وعندي تقريبا 3 شهادات كمعلم تأمل، والحين إن شاء الله بخلص الشهادة رقم 4، خلص على نهاية السنة الثانية 3 أشهر إن شاء الله وبتخرج إن شاء الله. لكن أعلم التأمل بناء على ما يرتاح له قلبي من الثقافة القرآنية، أنا هذا اللي أسوي، يعني قليل أخذ التأملات إلا إذا درس ناس غرب مثلا مش مسلمين، هني ممكن أعلمهم اللي أنا أتعلم. عدا ذلك الجمهور اللي يجي مثلا أو الأصدقاء اللي يجي عندي أنا، هذول أعلمهم الحب في الأذكار الإلهية، لأن الناس لما تذكر الرب في الغالب تذكر بآلية، يعني بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص هو تبرمج، والجهاز العصبي كلمة تبرمج على شيء يكون روتيني آلي خالي من الحياة والوعي ما لا هو حاضر ولا هو منتبه ولا هو يستشعر، فقط هو يردد زي قراءتنا للقرآن، احنا متعودين نقرأ ونتلو هكذا، فما في تدبر عميق للخطاب الإلهي لي أنا. والأصل أنه
الإنسان كل ما مر بتجربة بتحدي انعكاسه ومثله موجود في القرآن بالأصل كذا. فنقول أن لما يجي عندي أنا في مركزي مثلاً وغيره ولا في دورات الأونلاين الحين حولتها، أبدأ أنا أعلمهم أذكار، أخذ اسم من أسماء الحسنى وأبدأ أعلمهم طريقة ترديد هذا الاسم، لأن ما يصير إنسان مضطرب أبدأ أقول لا وأنت لازم تجرب، ما أقول أنا أجرب أصلي ما أستشعر كيف يعني وين أوصل أصلاً، فهو مضطرب فأنت لا تعطي معلومات زيادة ما بيستقبل هو أصلاً، بيجادلك وبيحاججك لأن أنت ممكن تحاجج بأي طريقة. يعني إذا أنا استخدم المنطق والعقل أقدر أثبت أن في الله، أقدر أثبت أن ما في الله، والعلوم انتشرة في هذا المجالين بالعقل والمنطق، هكذا هي الأمور. الرب لا يستوعب بالتحليل المنطقي، وهؤلاء واللي أنا كنت منهم أحاول أستوعب وأفهم بالتحليل المنطقي، ما يصير المحدود يستوعب المطلق، ما يصير الإنسان الفاني يستوعب الخالد المؤبد. إذا إحنا بدينا نحلل فكرياً عشان أرتقي روحياً أنا جالس ألعب في ملعب خطأ، والأصل أن العقل يهدأ هنا والنفس هي اللي تتغذى. فنقول للإنسان وقف المنطق والعقل والأسئلة التحليلية الوجودية، لأن معظمها ترى ما فيها أجوبة، أنت ما تقدر تحصل على جواب إلا لما يرتفع الحجاب فبصرك اليوم حديد، أو ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى، أو رب العزة يقذف في قلوبنا النور والمعرفة حسب استعدادنا. عدا ذلك ما في جواب يجينا بالمنطق. أنت الحين تبغي تستقر نفسيا وروحيا، أول شيء وقف هذا الفكر والأسئلة المتكررة اللي سببت الاضطراب في المقام الأول أصلا. أنت ما يصير تحل الإشكالية بنفس العقلية، تبغي أنت حل وجاد فعلا، إذا أنت مش تائه أنت باحث. في ناس في مبرمج، في تائه وفي باحث. المبرمج أخذ كل شيء من معلمة وقال خلاص سمع الوطاعة، ما يبغي يفكر، ما يبغي يحلل، عطل ملكة التفكير. هذا الموجودين. وفي التائه اللي بدي يشكك لكن ما جاد في البحث فترك، لا أصلي ولا ما أعرف إيش، أنا متلخبط، أنا لا أدري مثلا من اللا أدريين كذا، هو تائه نوعا ما، لأنه ما زال يحاول يجيب الفكر والمنطق والتحليل عشان يستوعب هذه الأمور الوجودية، واللي صعب أنت توصل له بهالحلول أصلا. فنقول هو الباحث إذا فعلا أنت باحث، نقول هد العقل، طبق معي هذا الذكر، وخلي الذكر قلبي أو ردد بصوت مسموع، وعيش الذكر لأطول فترة ممكنة. أنت رايح يا الله 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 الله، عمق الله، تبدأ تتعمق. إيش يصير هني؟ يبدأ العقل بعد كذا عدد يهدأ، ويبدأ القلب ينفتح، وتبدأ النفس تستقر، وفي هذا الاستقرار يتجلى الجواب. لما أقول الجواب هي مش جواب بمعنى أنت أعطيتني سؤال أعطيك جواب جاهز، لا، الإدراك يتجلى. أنت راح تصل مرحلة من الإدراك والوعي فيما يخص الديانات، فيما يخص القرآن، فيما يخص فكرة الجنة والنار والحساب والعقاب والثواب، فيما يخص الوجود ككل، في يصير إدراك كأن الشفرة كذا أنت تفككها. فأنت ما في جواب يعطيك، لكن في استقرار رغم عدم وجود الجواب. فالمرحلة هي مرحلة الإيمان. إيش هو الإيمان بلغة سهلة؟ أني أنا في وايد أسئلة موجودة في العالم، بس أنا مستقر رغم عدم وجود جواب واضح. أنا أكون في حال من الاستقرار والاتصال. في واحدة من الخوات مرة سألتني في الدورة كذا أن إيش الغرض من الخلق؟ ليش خلقنا أصلا في المقام الأول؟ يعني ليش إذا في جنة ونار خلاص، اللي جنة جنة واللي نار نار، ليش جينا هنا ونعاني ونتعب وحروب وأمراض وفراق الأحبة ليش هذا الألم كله؟ شوف هذا سؤال وجودي. إذا أنت تبحث في الكتب اللي موجودة في الفلاسفة، في كتب العلماء الدين وغيرها، كل واحد يعطيك وجهة نظرة، بس ما في جواب يقيني اللي هو جاء من الله سبحانه وتعالى. تظل هذه المسألة عايمة إلى قيام الساعة. فقلت للفاضلة أن لو أنت اليوم شفت نفسك موجود في الغابة محاط بالذئاب، هل أنت بتحلل وتفكر وتمنطق من وين أجت؟ ليش أجت؟
وش المغزى، ولا انت تنجو بنفسك وتستخدم القدرات اللي فيك عشان تطلع من الحالة. في الغالب احنا نتصرف بهذه الطريقة. بالضبط. انا الحين جيت في الكرة الارضية بغض النظر عن الاسئلة هذه، ليش خلقت وليش جيت، انا الحين موجود في الكرة الارضية وانا اواجه الحياة بكل ما فيها. هل ابدا الحين اضيع عمري كله اسال ليش وكيف ومتى وما في جواب يتنزل علي اصلا، ولا ابدا اتعامل مع الحياة كما ينبغي؟ الاصل كذا، انا اتعامل مع الحياه كما ينبغي، لان الاسئله هذه ما ودتني الى مكان وما زلت انا مضطر، فابدا اتعامل. كيف اتعامل؟ احتاج الى قوه باطنيه لان عشان اكون انا في حاله من الاستعداد الظاهري. القوه الباطنيه تاتي من مصدر سماوي عميق نقي مؤبد خالد، في ناس يسموه الله، في ناس يسموه الرب، زي المسيحيين يقولوا يسوع، في اللي يقول الكون. الحين عندنا ثقافه في العرب ان ايش اسال الكون، اسال يعني بدل ما يقول اسال الله يقول اسال الكون. الفكره هذه اصلا جايه من برا وتبنوها للاسف اخواننا، لكن نحن نقول لا، احنا نقول اسال الرب المدد، اسال الرب الاستقرار، اسال الرب الايمان، وعيش حياتك برساله واضحه، بمعنى اعطي لحياتك معنى. لا تضيع عمرك انت في هذا الاسئله اللي ممكن ما تجيك اجوبه، او ممكن الاجوبه اصلا تلخبط الانسان. فنقول ودر كل هذه الاشياء، اجعل لحياتك معنى، وعيش بالإيمان العميق وفي قيم عليا تحققها والعمل الصالح. هنا الإنسان ممكن يستقر بإذن الله تعالى. أقوى أنواع الاستقرار حسب تجربتي أني أنا ألجأ إلى الله في الخلوات هذيك اللي بيني وبين نفسي ما حد موجود. هذه الخلوات البسيطة أبدأ وناجي الرب، أنا أتكلم مع إلهي اللي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ففي قرب رب العزة يتكلم عنه. هذا القرب أنا لازم أستشعره فأبدأ أنا أناجي هذا الرب. المناجاة إيش فائدتها؟ في المناجاة أنت تفتح قناة نورانية. طبعا الناس الحساسين في التأملات يستشعرون هذا الشيء جسديا، في قناة نورانية تنفتح، وتنفتح القناة في الصلاة في الأذكار إذا أنت حاضر في اللحظة وعايش. فالمناجاة والأذكار هذه تفتح قناة نورانية فيتجلى النور، والنور فيه استقرار. لما أنا أستقر تبدأ هذه الأسئلة تكون ثانوية الحين بالنسبة لي، والأولي والأساسي إيش يكون؟ أنا إيش المعنى اللي ممكن أنا أضيفه في حياتي؟ فأعيش من خلال هذا المعنى، فلما يصير في استقرار الحياة بإذن الله تعالى تتغير بالتدريج. ممتاز ممتاز ممتاز. ذكرت نقطة هي أن لما تبدأ تستخدم او تردد اسماء الله الحسنى، طبعا هذا حاطين له سؤال او محور معين في اللي هو المحور الروحاني، بنتطرق له بطريقه اعمق، بس هنا في تساؤل معين انه كيف ممكن تقوي او تصل لحاله الحضور وانت تردد الاسم معين. نعم، احنا قضينا سنوات طويله نفكر نجادل نحلل نمنطق، يعني الانسان عاش 20 سنه افكاره متأججة. فعشان يصل مرحلة من الحضور لازم يعطي نفسه وقت أطويل. ما في نتائج سريعة في مملكة الله، كل شيء بالتأني والاستعجال. أنا أستشعر في الناس في أسئلتهم متى أفكاري تهدأ، متى أعرف إيش كذا. المؤمن لا يستعجل، المؤمن متأني ورايح في الطريق ومركز في الرحلة. أنت أول شهر ما قادر، بس في 20% من الأفكار هدأت. أوكي، إن سنة كملت 50% الأفكار هدأت. لا تستعجل، لا تقول أن صار لي سنة وسنتين ما أعرف إيش كذا. في أحد العارفين بالله كان يقول استشعرت لذة صلاة قيام الليل بعد 20 سنة من الممارسة. هذا قيمة الصبر في القرآن. لما تلاحظ رب العزة يقول واستعنوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ما قال الله مع المصلين، الله مع الصابرين. قيمة الصبر في القرآن أساسية، لأن كذا الإنسان يعمق الشيء في داخله. فعشرين سنة من الخبصة الفكرية أنت تعاني منها، ما يصير تجي تستعجل نتيجة خلال شهر ولا في دورة واحدة. هي رحلة روحية طويلة، والرحلة الروحية لا تتوقف. أنت تصل مرحلة فتنفتح مراحل، فتصل مرحلة فتنفتح مراحل، فتكون رحلة فيها وناسة واستمتاع رغم التحديات. وهذا اللي كان يعيشوه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ممتاز. أقول الصبر والتأني في التطبيق والذكر، واترك النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. انت ركز في الرحلة، ركز في الذكر، ركز في اللحظة، انت تمارس العضلة. كل شيء يحتاج الى تمرين، فانت تبغى ان تصل هدوء، مارس العضلة اللي موجودة هنا لين ما تهدأ هذه الحالة.
ممتاز ممتاز ممتاز. بنختم هذا المحور اللي هو يتعلق بالوعي بسؤال من شقين يتعلق بالنية. أولا إيش هو مفهوم النية؟ الشيء الثاني كيف ممكن نفرق بين وضع النية ووضع الأهداف؟ هل بينهم اختلاف ولا هم نفس الشيء؟ أجين في اختلاف في الموضوع عشان إحنا بس ما نلخبط الموضوع، لأن في هدف في رؤية في رسالة في نية، لكن كلها ترى نابعة من النية. فالنية هي الأساس، أنا أنوي تحقيق هذا الهدف، فهي متصلة ببعض، هي مترابطة. كل شيء يكمل الثاني. كل شيء يكمل الثاني. فأنا أنوي تحقيق هدف، مثلاً أوصل لمتابعين جلسة كرك إلى 1,000,000 فولور مثلاً، هذا نية أنا حطيتها. أصيغ النية كهدف واضح يكون بطريقة مختصرة وتكون إيجابية، بعدين عاد أبدأ أعمل بقية الأشياء اللي تحتاج لتحقيق هذه النية. شريطة أن الإنسان في رحلته في تحقيق هذه النية يكون في حالة من التناغم مع الذات ومع ما يفعل، مش متضارب مع ما يفعل، لأن هذا التضارب خفي في الغالب. زي فكرة أن الإنسان يتحدث عن التسامح لكن تلاحظ في تفاصيل السلوكيات أحياناً مع فلان علان مع جالية ثانية كذا يمارس اللا تسامح، هو ناوي يعيش بالتسامح بس في نوايا متضاربة ما زالت محفورة في داخل، فهذا يعمل ربكة في تحقيق الهدف في تجلي النية. فضروري الإنسان يكون متناغم في داخله، وهنا نعود مرة ثانية إلى النفس اللي لازم تتغير وتستقر ليتجلى التغيير في الظاهر. هذه كانت الحلقة الأولى من سلسلة وعي روحانية وتشافي. إذا عندكم أي استفسارات ممكن تحطوها في صندوق الوصف، إذا تحب تتواصل معنا أيضا حاطين إيميلنا في صندوق الوصف، وكذلك حسابات الضيف ورابط الاستماع للحلقة. لايك شير سبسكرايب، نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة. جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء، يركز معنا واستفيد يا الحبيب، تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا.